موعد جديد يجمعنا بيكم في فقرة ألاباج. ألاباج لليوم خرجنا للشارع الرياضي وسألنا أحباء النادي الرياضي البنزرتي وسألناهم على وضعية النادي، وأيضا طرحنا موضوع من هي الشخصية الأجدر لقيادة قرش الشمال حتى نهاية البطولة. ضيا وضيا مزريا في البلاد بين رئيس بلدية ريقت بلي يقول قوم قوم برحمة بو قوم شوف البلاد كياسات تيرانيات ما نعرفش ما عندناش حتى دار شبيه ما فهميش سيابيه كيفاش سيابيه أسأل كيفاش وضعيتنا تعبة توا نمبورت كي رئيس تحطه ولا تجيب انترنور نمبورت كي زاد كيف ما فماش فلوس انتاج هي بيت يلزم تويك يجيبوا الفلوس لبنزرتي هم اختاروا ولد النادي سامي القفصي يعرف الاجواء وعملوا المنع الجمعيه ويجم قادر بشي منع نادي البنزرتي هي وضعية تحزن وضعية مؤسفة وضعية مؤلمة وضعية قد ما نقول لك توجع القلب تقتلك وتحييك كل يوم 200 و300 مرة وصلنا الوضع اللي حتى حد ما عاد يمد يديه لمكاتبه ويعاون الجمعية ما لقيناش رئيس اليوم اللي باش يقود الجمعية اسمه نادي البنزرتي وانا بور سامي يعملوا له كونترات وثلاث سنين ولا خمسة سنين باش كيما نقولوا نحن فما مشروع انا من رايي يجيبوا واحد من الجمعية باللي باش تخلص مش باش يخلص كيما لونترينات الاخرين كيما سفيان حيدوسي تعرف قد الشهريه نتاعو 20 مليون بالنسبه للجمهور حتى واحد ما يشكك في تونس كامله انه الجمهور هذا كيما نقولوا نحن يعاون بالقدر المستطاع نحن في بنزرت مانيش كيما نقولوا نحن سوسه ولا سفيقس ولا الترازي ولا الكنير اليوم انت قلت لعبد السلام ديجاج برا امشي على روحك وفسدتها وخربتها وهلكتها اي اوكي وقلت له برا تو نتصرف واحد اليوم انت ما نجمتش تتصرف اليوم الوضع زاد تأزم بارابور للراجل الهيئة التسييرية فهمت قبل ما تأخوها وعدوها باش يعاونوها فهمت كيما كل مثل يقول لك قبلنا احنا معاك فهمت وقت اللي ياخذوها يقول لك ربي معاك والله كان هو جلال القادر يمشي معاه بالقديع على الاخر وكل شيء وطويك تفرعست الامور راكم تراو قالوا نحاو رئيس جمعية تنصبوا مليار نحن ونتلاقوا بالجمعية وين ما فهم حد شيء لتو الجمعية ماشية في هاوية وكم تراو في الدنيا كيفاش شنية الحل تويكا ما فهم حتى حل شكون اللي قاعد يتعذب الجمهور اللي كل مرة يطلع على تيراه كل السب ومك تسب وكي تسب في الاخر ما فهم حد شيء الجملة ما فهم كان تخلق تم مراقبة على مسؤولين باش تشد حاجة معينة تو تستوي الأمور بالتنسيق مع الشركات اللي موجودة في الولاية الكل لازمهم يدعموا النادي ومش النادي برك السبور كله رسالة الجماهير والأحباء النادي الرياضي بنزرتي نتلفوا حول الفريق وليد وليد ونصفوا القلوب خاطر تو القلوب برغم من المصاعب هذيا القلوب مش صافية اخزر للجمعيات ما نحبوش نقارن اخزر القلوب ناس لا 11 مليار في جامعة على شنو تكلم على شنو تكلم كان يدوروا مسؤول هنا يعطيوهم 100 يوميا نحط مع كتار لما يقعد للسبعة بتاع العشية ويرجعهم فما كان بق وسلتوا عني الاسم المطروح هو القبصي المدرب النادي البنزرتي حسب المعلومات اللي عندي نظرا للظروف اللي طحنا بها بالرئيس الله غالب عليه سي عبد السلام السعيداني ما كانش اوكي معاه مش النادي الزحم اليوم رجع عنا ان شاء الله يقود النادي البنزرتي وسيابيه تمنع واسمها كبير وحتى حد ما نتصور انا في كامل الجمهوريه والجمهور اللي موجود في تونس الكل يرضى النادي البنزرتي في القسم الثاني. بالنسبه للبريزيدون سامي بالكايه انسان ما شاء الله عليه معناتها متربي والجمعيه وقاعد يسعى من بلاصه لبلاصه كيما نقولوا نحن باش يلقى موارد للجمعيه لكن الله غالب اللي دزوه كيما دزوا عبد السلام قبل جبدوا به الحبل وقت اللي قالوا له سي سامي برشد الجمعية طون عاونوك بمليار إلى حد الآن شيء ما فهم بخلاف لسعد الدريدي ما قد حد السيابي سفيان الحيدوسي يعني ما عطانيش حتى إضافة في النادي حتى الرئيس اللي قبله اللي جاء يعني واللي مشى واللي خليه واللي باش يجي مشكلة النادي في ولادها جيبولنا واحد ولد الجمعية يغير على الجمعية يخاف على الجمعية كلنا بطبيعتنا نحن نحبوا الجمعية كل بنزرت الكل صحيح فما نقائص تيرا احضر فماني ما فرحناش بيه ما عملنا حتى فيكتوارك اللي يستاهل تاع 12000 متفرج و15000 متفرج يعني مش نرجعوا نحن كيما قبل مش قادر بجيب حتى مدرب ما عليها تلمت الاطراف الكل وقالوا ولد الجمعيه
باش يعاون الجمعيه في الظروف هذيا وباش يقود النادي رياضي البنزرتي، لانه ولد النادي البنزرتي ولد البصيري يعرف كل المجموعه وسبق باش درب النادي البنزرتي ونجح. والله وضعيه هابطه تحت الصفر قسما بالله. هاك تشوف الاتراع ديما فماش ما عنديش فلوس، ما عنديش شكون اللي قاعد يصرف عليها. سي ابي عبد السلام اكترا، عبد السلام في فرنسا وما عنده معمل، راه ما عنده معمل عبد السلام. ديجا يحب السي ابي بقلبه ورب فيدا في اجر نجم تجيب غدوه فوزي البنزرتي، تيقول لك اعطيني 60 و70 مليون. اما قداش انت تقدر تخلص نجم تجيب؟ على قدر ما تقدر تخلص تجيب. وتفهموا ديجا مع سي سامي القفصي، ربي يوافقوا ربي ينجحوا. عامني والنجاح لاباس الحمد لله، نعاودوا نكملوا معاه ان شاء الله، نعاودوا نمنعوا السنه يا ربي. حتى يلزم الفلوس تو، اونترونور مهما تكون، يجيبوش كابيلو تو، ما يجي ما عمل لها شيء السي ابي، تو الفلوس. الرسالة اغزروا للسي ابي، رانا نتنفسوا كورة، راه عندنا كان سي ابي وبحر لهنايك، يعني ما تغزروا ليش انتوما السي ابي، شكون يغزر له؟ وينهم كبارات بنزرت؟ وينهم؟ وين هما؟ ما فهميش. سؤال سي سامي القفصي، هو أحسن معوض. هو منظر كبير، أي واحد يلزم ولد جمعية ويحب السي ابي زادة. قدرة ربي سي ابي تطيح ونعاود ونرجع وما تطيحش، يمنا علاش ماني نبكي لك يا رسول الله.